هنا حبة زيت وهنا حبة زيت. الطاسة هنا عندي هاخد منها الكبدة اللي انا عاملاها ومتبلاها وحطينا لها المحلول بتاعها، مش بقلي انا، يا دوب بس بنزل كده بالشكل ده. تاخد الايه الصدمة واروح شايلاها في طبق جانبي. علشان بعد ما تبدأ ان هي تاخد الصدمة في مكانها هروح عاملة الصوص بتاعها او التحابيش بتاعتي. طيب الناحية التانية حاطة ايه؟ حاطة شوية من الزيت وهبدأ ان انا اعمل صلصة المكرونة العادية بتاعتنا خالص اللي هي السريعة. بصوا المنظر، الكبدة ما بتاخدش وقت وما بتاخدش تسوية، مجرد من الناحية دي كده دقيقة، من الناحية التانية يا دوب بس تشمع معايا. ونروح شايلينها ونحط الباقي مكانها. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هما حبة زيت صغيرين هنعمل فيها الكبدة كلها بالشكل ده كده. المقادير بتاعتنا نزلت الشباب عشان ما خدتش بالي. طب تمام، بصوا بقى في نفس مكان الكبده انا هعمل التحابيش، لكن الحله اللي انا حطاها التانيه دي انا حاطه فيها حبه زيت عشان هعمل فيها صلصه الطماطم اللي انا او صلصه المكرونه اللي انا عايزاها. طيب اسرع مكرونه انا بعملها في الدنيا كلها بروح حاطه حبه زيت، بحط تومه، مجرد التومه ما تشم النار كده عشان ما تتحرقش وتمرر، بروح نازله بصلصه الطماطم بالشكل ده كده. وهي لسه بتشمع معانا بروح نازله عليها بشويه فلفل الوان واسيبها تتسبك مع بعضها بشويه ملح وفلفل اسود، اكتر من كده ما بحطش، وشويه ميه صغيرين. يعني على ما تعملي الكبده تكوني عملتي الصلصه بتاعت المكرونه او سلقتيها وتطلع معاكي عملتي غدا في اقل من نص ساعه. نفس الطاسه او نفس البوله اللي انا عملت فيها الصلصه اروح عامله كده، حبه صغيرين مش كتير، حبه من الملح، حبه من الفلفل الاسود، وهتطلع معانا حبه صلصه مكرونه اوعى بالشكل ده كده. اغطيها واسيبها تتشكشك مع بعضها، ومش مضطره ان انا كل شويه ارفع الغطا بتاع الحله لان انا عندي 3 اخرام في غطا الحله هيطلع لي البخار بتاعها، ومش شرط ان انا كل شويه ارفع الغطا وايه وتبدا ان هي تطرطش عليا كده. يا رغده بصي يا حمدي، خلصنا خلاص الكبده ولسوعناها. حمدي فرحان بالكبده النهارده ان انا مش حاطه لها فلفل، وان انا مش حاطه لها فلفل. هروح حاطه حبه زيت كمان وهحط حبه موز بقى. بص بقى هنا هروح دلوقتي حاطه حبه فلفل كده في نفس الطاسه اللي احنا شغالين فيها، وهو الفلفل بشكشك كده اروح نازله بمعلقه الثوم. واوعى يا حمدي، بصوا بقى اروح نازله بالطماطم، احلى طشه واجمل طشه ممكن تشموها، عليها حبه الكمون، شويه الملح، سنه الفلفل الاسود، وانا في العاده ما بحطش فلفل اسود للكبده بس ديت عشان التحابيش بتاعتها دي لازم يتحط لها فلفل اسود. اقلب كل ده كده واسيبهم يشكشكوا مع بعض. اسيبهم يشكشكوا مع بعض لوحدهم؟ لا مفيش الكلام ده. اعمل ايه يا حمدي؟ اروح نازله بالحلويات دي، بالعصاره اللي نزلت منها، ويا الله حبه كبده اوعى بالشكل ده كده. هوب غطينا وسيبهم يعيشوا. يعني ايه سيبهم يعيشوا؟ يعني البخار بقى اللي يطلع في الغطا يرد تاني في الكبده مع حبه التحابيش اللي احنا عاملينهم
حبه كبده يا روحي عليه. الناحيه الثانيه الصلصه بتاعتنا ايه، الله هو اكبر، نشفت معانا وده المطلوب. بصي يا حمدي، السوائل اتبخرت ونشفت معانا. عايزه دلوقتي اسقط المكرونه، والمكرونه بتاعتي مسلوقه وتمام وزي الفل. عشان المكرونه ما تستويش زياده وتتهري معاكي وتفضل مصحصحه كانك لسه عاملاها، هروح عامله كده، اشيل الحله من على النار واقلب المكرونه. لكن ما اقلبش المكرونه وهي لسه الصلصه على النار، شيء طبيعي ان هي تكمل سواها، شيء طبيعي ان هي تستوي زياده، شيء طبيعي ان الاقيها عجنت. لكن لما اعمل كده والمكرونه مسلوقه معايا تمام وزي الفل وشلتها من على النار وتبدا ان هي تشرب من الصلصه كده، يا وعدي. بصوا شايفين حبه المكرونه مفلفلين والمكرونه مسلوقه تلات ارباع سلقه مش نص، نص دي هتطلع معاكي معجنه. واروح ماسكه كده على طول. وبص يا حمدي، اوعى، شفتوا المنظر؟ والحله بتاعتنا اهي، ولا كأننا عاملين فيها اكل اصلا، ولا عاملين فيها اكل اصلا. حبه اصناف مش عايزه غير تتاكل. الناحيه التانيه بص يا حمدي بقى كده، نرفع الغطا ونبص على الجمال كله، الله هو اكبر علينا. يا وعدي، والله العظيم ولا اجدعها مطعم يطلعها لك بالشكل ده. كده انا مش عايزاها تستوي زياده، عندنا طاسه ناقصه اهي، انا مش عايزاها تستوي زياده. هروح شايله المكرونه هنا كده مع التقديمات، ونجيب البطاطس فين، نجيبها مع السلطه، نجيبها هنا كده، ونروح حاطين الطاسه دي علشان الكبده. واوعى بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حمدي، بص كده يا حمدي، الريحه هتجنن. بسم الله، اوعى، حاجه كده اللهم بارك. مش عايزه غير الاكيله، كبده مشويه بالتحديد.